رسام كاريكاتير بجريدة المساء. أنا كنت دائما هاوي لفن الكاريكاتير يعني منذ الطفولة، وكنت كنرسم أفراد العائلة، كنرسم بعض الأساتذة اللي كانوا كيتقبلوا هذاك النوع ديال الشغب. من بعد انتقلت أنني نشرت بعض الرسومات ديالي في البداية بجريدة الخضراء الجديدة على يد الأستاذ أحمد إفزارن طيب الذكر، اللي شجعني كثير، وكان دائما ملي كنجيب له الاعمال ديالي وكنحطها فوق المكتب ديالو كان كيقول لي الى الامام وانت فنان موهوب الى اخره، وكانت هذه الكلمات يعني دعمتني بزاف. من بعد نشرت في جريده الشمال، نشرت في بعض المنابر المحليه الى ان وصلت الى النشر في جريده المساء في اواخر العشريه الاولى من القرن 21. يعني وتحولت الى فنان محترف هكذا يعني عن طريق الصدفه، فلم اكن اخطط لهذا الامر ابدا. بالنسبه لي فن الكاريكاتير في المغرب هو على الطريق الصحيح، وان كنت عندي واحد الملاحظه في الحقيقه جوهريه هو مساله ديال الاستمراريه، لان الاستمراريه كتشغلني. كنشوف على ان الاجيال الجديده ما كتتجهش للكاريكاتير الصحافي فقط، يعني كتناول الموضوع ديال وجوه ساخرة، البورتري الساخر، أيضا شفنا الأشرطة المصورة، كاين تقدم مغربي مهم. ولكن على مستوى الكاريكاتير الصحفي أتساءل أيضا على مستقبل هذا الفن الصحفي في المغرب، لأن الشباب الجديد ما كيهتمش بزاف بالسياسة وبالقضايا الاجتماعية اللي كيتناول الكاريكاتير في اليوم ديالو. لأن الكاريكاتير كيجمع ما بين جوج ديال الخصائص اللي هي بالنسبة للرجل للسياسة شي حاجة غير مقبولة: النقد الحاد والسخرية، وهادو مجموعين بجوج للأسف، يعني أو لسخرية الأقدار، يعني مجموعين بجوج في هذا الفن، السخرية والنقد. وهذه مسائل طبعا من الطبيعي جدا أنه ينفر من رجل السياسة ويعتبرها أحيانا يعني دخلة في التجاوزات أو تستهدفه شخصيا. يعني غير أنه في المغرب صراحة كاين واحد النوع ديال التقبل إلى حدود اليوم، يعني كنلاحظوا على أن على الأقل حتى وإن رفض رجل السياسة الكاريكاتير فهو على الأقل لا يعلن ذلك. يعني ما كان لاحظوش مثلا على أنه كاين اتجاه المحاكم على أن هذا الرسم مرسم عليا، ولا مثلا تصريحات علاش هذا الرسم استهدفني، كاين صمت. ولكن كتحس من خلال ذلك الصمت على أنه كاين رفض لفن الكاريكاتير. هذا واضح جدا يعني وطبيعي جدا أنا بالنسبة لي، لأن فن الكاريكاتير حتى في الغرب كان الهدف منه لإلحاقه بالصحافة كان الهدف ديالو هو استهداف رجل السياسة، وكأنه يعني نحن أمام واحد القاعدة كتقول أن دخول رجل السياسة إلى المجال العام لا بد أن يؤدي ضريبة لدخوله لذلك المجال عبر السخرية منه وانتقاده وتتبعه بالكتابة الصحفية وبالرسم اللاذع. أيضا ما كنظنش أن الكاريكاتير يعني الصحفي مطلوب منه أنه يقوم بدور توعوي بقدر ما هو الدور ديالو الأصلي والحقيقي هو ممارسة النقد وممارسة العمل الرقابي على الشخصية العمومية، الشخصية السياسية وإلى آخره، والمؤسسات إلى آخره. ولذلك أنا في نظري يعني كان الكاريكاتير يعني كان كيقوم بالدور ديالو النقدي، ولكن هنا نحن أمام واحد الجائحة اللي هي ممكن تكون طبيعية، وبالتالي ممكنش يعني الرسام الكاريكاتوري ينتقد شيء يعني آت من الطبيعة. يعني فرسام الكاريكاتير طبعا تناول الموضوع بمنظور فني، منظور ديال الملاحظ المتأمل، حتى يعني منظور فلسفي، يعني هو ايضا شخص متأمل طبعا رسام الكاريكاتير. وتناول هذا الموضوع ديال الجائحة بشكل يعني خلى ان
الإنسان يتساءل كيف سيتعامل مع هذه الجائحة اللي هي أمر غالب وأمر فوق استطاعة الإنسان يعني. وأيضا تساءل رسام الكاريكاتير عن الحلول اللي ممكن يقدمها البشر يعني أمام هذه الجائحة، خصوصا التأخير الحاصل في يعني إنتاج دواء. أيضا الطريقة اللي تعاملت بها منظمة الصحة العالمية، انتقد رسام الكاريكاتير سواء في المغرب ولا عالميا، وأيضا التصرف ديال بعض الدول اللي كان في البداية يعني فيه واحد النوع ديال التصرف بدائي. لاحظنا على أنه الكمامات مثلا صدرت من بعض المطارات، كانت تجاوزات يعني، وكان رسام الكاريكاتير يرصد هذه الظواهر وينتقدها. أما التوعية، أنا أقول دائما على أنه التوعية هي دور الآخرين وليست دور رسام الكاريكاتير. نحن أمام واحد النوع ديال التقبل رسم الكاريكاتير، وأكاديميا لاحظنا على أنه نظمت يعني مسابقة على مستوى الأكاديمية ديال الشمال، أنا كنت في هيئة تحكيم، وهذا تقدم كبير حدث على مستوى الأكاديمي في المغرب، بحيث لاحظنا اهتمام حقيقي بهذا الفن، وكنتمنى لأنه يتم تدريسه، لأنه هو فن ذكي وفن من شأنه أن يطور يعني الأدوات ويطور أسلوب التفكير عند الطفل، سواء في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة يعني الجامعية. فالكاريكاتور هو صورة، وإحنا يعني ماذا بنا اليوم نهتم بمجال الصورة، لأن مجال الصورة أصلا يعني اجتاحنا، فلا بد من التعامل معه. ومن ضمن ذلك الفن ديال الكاريكاتور اللي يعتبر مجال ديال الصورة، دخل في مجال الصورة.